3 2 1 0 يا هلا ويا مرحبا فيكم بفيديو جديد. اليوم بدنا نطبخ سباجيتي انا وانس، حنتحدى بعض نشوف مين بيطبخ احسن. بعرف انس الصبح حياته ما داخل مطبخ، مين اللي بيدخل ياكل بالعاده؟ صح، بس لاحظتوا انا لابسه مثل الريفري، يعني بالعربي حاكم. هاشتاج حاكم. استنوا عادي هيك السلام عليكم. المهم اول شيء بنخلص خلال 30 دقيقه. ثاني شيء هي مو تحدي عادي لكم في هيك. يا ولد يا السوق عم بفرجيهم، خلينا نسقف له راسه لانه انا سعيد بيه وما حسقف. اوكي وسام، اسامه فاجئني انه ما شاء الله عم يحط بادجت على البرودكشن تبعه. حبيبي تعرف شو مكلفه هي؟ طلع شوي راح اتعشى اليوم. كل خمس دقائق حنمسك هي ونرميها هيك، وهيطلع واحدة من التحديات اللي موجودة على الزهر. التحدي اللي بيطلع لازم اللي عم يطبخ يعمله. خليني اورجيكم بعض التحديات اللي فيها عصب العينين. اي عصب العينين؟ هيك تعمل هيك. واحدة ثانية اسمها كمل طبخ يا اهبل. واحدة مكتوب ريفري تيك اوفر، استعانة بالحكم. اوه هي يا رب تجيني. اهم شيء لانه نحن ما شاء الله علينا طبيخين درجة أولى، قبل ما نبلش انا حدق لماما نص دقيقة تعطيني تعليمات على التليفون، بعدين انس كمان معه نص دقيقة لياخذ تعليمات من اصالة، وبعدين لا تنسوا تعملوا سبسكرايب ولا تنسوا لايك. شو كمان بيعملوا؟ لايك لايك فوق والجرس، لايك تحت، اللايك فوق والكومنت والجرس. عملنا نكتب الفيديو الماضي صح؟ خلص يعني انت ما خلصت بس انا استنى هيك صح؟ كيف صح؟ غبي انت يا اخي، هذا والله مو من عائلتنا، هذا لاقينه على شباب جامعة. طب وين الجامعة؟ وخر خدني علي بركي تلاقي امي. يا عيني هيك صح؟ يلا هذا السيف حطايه لك كيف هلا صرنا لا لسه استنوا مو جاهزين. وهيك بشوف شيف رمزي بيعمل، مو هيك بحطيها هون. هلا جاهزين يلا. اول شيء عندنا بصل، وحده لي وحده لانس. هذول بسموها المقدرات. شو اسمهم؟ المقتدرات. مقتدرات اهبلها اسال شو اسمها عن جد. مقادير. هي جهتي اللي هون وهي جهة انس، فاثنين حيطبخوا نفس الطبخه اللي هي المعكرونه، بس بدنا نشوف مين حيطبخها احسن واطيب. باخر الفيديو اصاله اللي حدوه. ما عاد دايت بصير لنا وحده. اوكي طلع عندنا لحمه مفرومه، وغير هيك عندنا صوص الطماطم صح؟ يس. اوكي سو هذا حيكون هو الستوب واتش تبعنا، كل خمس دقائق حنرمي هيك. يلا هلا اول شيء حدق لماما. اوكي تطلع بس الحكم هلا حياخذ الكاميرا. اعطي اسامه التليفون حيبلش العداد، معك 30 ثواني لحتى يحكي معك. اوكي اوكي وهي معكرونه باللحمه لا تنسي. 1 2 3 اوكي طريقة جديدة مو سامعة بحياتي. طيب خلص ماما يلا سلميني على الأولاد. لا أنا الأولاد خلص يلا. أنت كل ما تلاقي مكان ساعديني فيه ساعديني فيه. ما بلعب يا ماما. ما أنا ما بغش. أوكي أول شيء بتقطع البصلة إيه تقصة بالنص. أوكي فهمني عيوني تقصة بالنص. أوكي بعد ما تقصة بالنص يروح البينك من جواته تمام. شو ثلاث ارباع اللي عم بيصير؟ شكلي جايب حكم غلط. 2000 والله يا جماعه في احتمال انا كده لازم اجيب حكم. اذا في اي غش رح لعبهم الزهر هي. حنبلش ال 30 دقيقة جاهزين؟ 1 2 بعد جهد هي جهد حبيبي جهد مش مهم البلا ماي. يوم لازم تعمل ماي. هات هات كيف ورجيني ورجيني جهد تبعي. اوكي المشكله شغلوا النار ما يقصوا البصل. ها لازم نحط زيت بعد ما نقص البصل. ان شاء الله بتغسل البصل قص هيك فورا. اليوم راح قصهم شو بسموها سونير دونير. واو حلو حلو. بس وهيك صار في شيء غلط. هكا لازم هيك. بلشت ابكي يا ولد. لا بلك لا مو هيك. بلشنا صار 24 دقيقة هلا صار لازم رول الدايس. ولا
شطر. خبص يا الديب. معناتها هلا انا اسمعوا 10 ثواني خبص الطبخ كيف ما بدك. 10 9 8 هيك عم 7 6 5 4 3 هي عم توسخ لي المطبخ. 1 خلص بكف ما خلى لي شيء. في وسخ جوا. قلت لك لا تخونيني أبطال. لا هاي بتعرف يعني بهاي لازم كل شيء تعمله بهاي؟ ايه بهاي بدك دقيقة. انا بدي اعترف بشغلة. انت قلت لي لازم يكونوا بينك صالونهم اسود. شو يعني؟ احترقوا يا احترقوا يا زين. اوكي مثل ما هي؟ لا ما خلصت يا عيب. خلصت. اوكي بس شوية زيت. لانه شفت كثير تعبان كمان. على فكره عم يقلتني هذا ما استفدنا شيء. شو اللي عم يعمل؟ انا عم يعمل. اعطيني مهله وسمحت مساعده الشيف. لك حكم حكم هي خلص. لا لا خلص جيبه جيبه. ما عم يغشوا لازم نعمل لهم هي مسك. شوف اعطي حيجيني الاستعاره. خلينا نشوف يلا. هلا اصاله يسعد ربك يسعد ربك. بعد من هون بس لا تطلع لا تطلع ما اطلع بس دقيقه واحده. اوكي يلا هني يلا 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 ظبطوا. كان عم غش منه فكره اسامه بصراحه. جد الفيديو حلو فكره حلوه طريقه حلوه عليك والله انك اعملوا له سبسكرايب وكومنت تحت انه افكاره حلوه عم يفاجئنا بصراحه احلى من كل افكارنا. هي اللي انت جبتها بصراحه شغل محترم. اوكي خلصت دقيقه. لا ما خلصت دقيقه عديتها بس يا حاج. اوكي كفو. طلع هذا الحاد طلع الغشاش راح بيحط غراض عنده. ما عم غش على فكره بس شفتها بالتلفزيون مره. شفتها بالتلفزيون ولا شفتها اصاله جنبك قاعده عم تعملها. اسامه صارت 17 دقيقه. دورك. ها يلا روح. واحد هاي ثاني مره. لا 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 بدون ايدين. يا شو عملت حياتي. توقف لمده دقيقه. ممنوع يلمسها لدقيقه اصاله. يو حركهم. نو 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 دقيقه ما فيني اقدر على دقيقه. حلو اصاله بعد ما خلصت من كم مره رجعكم بسرعه لما تشوفوا مشان ما تحطوا عندي. اوكي يلا خلصت الدقيقه. اوه هذا هاج تغشوا. يا سلام كيف بتحكي انه صح. اوه شوف شو صار هون. أنس شو هاد؟ لا أما خلي ليش عم تحكي أنت؟ شو في؟ ما حاحكي شيء. في شيء غلط؟ شو؟ يلا 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 روح. نو هي طريقة ماما. إيه يلا جو. أنت جرب تحكي لها كنت جرب. نو جرب. خلصوا. لا 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 طريقة مبتكرة هاي. بتحكي جد؟ يب طبعا حبيبي حبيبي رح اتعلم. خارجين من فرنسا نحن. جو ما بكل طباخ انا. اوكي حدا يا رب يا رب يجي على ريفري. 1 2 تعال ها كيف طلعت هون؟ حلو هو اصلا عم يشتغل كانه بدونهم. يلا دقيقة يلا بلش. حتحرق الطبخة. شو عملت؟ فيكي تقولي له انت. قولي لي قولي لي وين نروح؟ رح جيب المي. اولا بدك شيء تحط المي فيه. صبوه شوي شوي. انا طفيت النار على تبعي. اوكي لعبة طنجرة. انا رايت قصدي رايت. نزل ايدك شوي قربها عندك اكثر. دق شوي شوي شوي. اوكي اسرع. اوكي كلها جود جوب. كانه انا بدون عيون احسن من عيون. خلص الدقيقة. اوكي عندكم 9 دقايق. لي هي ثالث مره صارت. اوكي شو يعمل؟ اوكي وين اللي اوكي خذ لك قميص. شو انا وين دامك دامك لا اوكي روح انا حل عنه. اوكي على اللفت قصدي لا رايت. بس لفت اكثر. نزل ايدك شوي. ايوه لفها يلا. هيك كلها دلقة بسرعة. اوكي ما خلصت الدقيقة. خلصت. تعال تعال
اوكي لو دقيقه خلصت كانه فرقت لو شلحتها. اخر مره باقي 4 دقائق. 1 2. Continue cooking. لا هي ولا شيء. Stop for 1 minute. ما هو أصلاً كان عامل هيك. عم بعمل شوربة معكرونة. مو شوربة معكرونة كمان. أوكي هلا عملنا سناب شات، اعملوا فولو لأسامة لإلي لأصالة. لسه دقيقتين وسبع ثواني. Hey honey, I have a really good meal. 3 2 1 0. خلاص ها. للأسف ما خلصنا. شوف شعرك كيف ظابطين. والله صفا. شو آرائك الأولية على الطبخ اللي عم يصير هون؟ أسامة منظره أحلى بسبب أنا ساعدت أنس شوي، يمكن طعمتها تكون أزبط. هاي طبخي أنا. أنا اللي تعبت. هاي تبع أنس. هاي تبعي. اوكي اللي حيصير هلا انه حنغطي عيون اصاله وحنصب كل اكله بصحن. اوكي اصاله في اثنين هلا قدامك. شو؟ طيبه بس بدها شوي استوى وشوي مالحه. اوكي. والله عجبتها. هاي الثانيه. شو رايك بهي؟ اوه هاي اوتشن. يا تافه يا حقي. والله؟ الليله عن جد؟ يا شوف نزلت فيها اصاله. كنت سرقت المقادير اللي انا كنت عم تحط لانس. بس طلعت معها اطيب. ها؟ كيف؟ في شيء مو مستوي. يدوق تبعي. لحظه. هي تعيتي. This is not mystery. تبع انس هسه بالكيس بتحس. صوصك طيب. حتى تبع انس على فكره. شو رايك؟ يا بس كان بده شي نص ساعه كمان عنده. تبعي هلا. هي معكرونه. طب هيك لازم تكون الصوص تبعك على معكرونتي. والوضع خالص. والله كفو. اسوم برافو. فيديو جدا جدا جميل. اصاله اسفين على الكركبه ولكن اسامه حينظف. ما توقعت ما حاكل. تباعك. جربي. شوف الاخوه لما يتحدوا يعملوا شغله مع بعض حلوه. خسران حيضب. لا والله ما حضب. حضب طبعا. صالح حضب صح؟ صالح حضبي. صالح حضبي. ولهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. شكرا كثير انكم حضرتوا. بحبكم كثير. انتوا تعملوا سبسكرايب على القناه عشان يضل ينزلكم هيك فيديوهات. يا ولد بيضل الكومنتات بتحبوا تشوفوا كمان. معظم الكومنتات بقراها جد بقراها.